السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نعمل تنظيم مواد غذائية في خزانة المطبخ. هنا كما راكم تشوفوا راهي حالة كارثية، مازال ما فرشتش. راح نحي كامل هاد المواد ونحطهم على الطاولة ونجيب العلب بالتنظيم، وراح نوريلكم إن شاء الله طريقة التنظيم تاعي في المواد الغذائية. اذا هنا كيما راكو تلاحظوا راح نبدا بالمعجنات. اول شيء عندنا سباغيتي اللي عندها هاد العلب، تقدر تستخدمهم الا حبيتي يعني ما يتمداش ويقعد شي روحو، يعني تخديهم هكذا في الساشيات ديالهم، وتحبي تفتحيهم وتعدي تجبدي كيما تحبي، يعني يرجع لك ليك. هنا بالنسبه للمعجنات يعني سهل جدا، نجيب سله نستفهم هكذا، يعني كل حاجة نستفها قدام الأخرى هكذا. هي الطريقة، نستفو كامل كيما راكو تشوفو. هنا راني فرستهم مليح هكذا، بالنسبة للطماطم المصبرة مع الكونفيتور مع لي شامبينيو راح نحطهم في هذا السلل. لاحظوا انا ما نحطهمش في الثلاجة، لانه كي نروح نخدم بهم نلقاهم جامدين ويجونا صعاب باش نخدم بهم. بالنسبة للبقول انا نستعمل هاد العلب، غادي ندير فيها الحميصة، هذه العلبة الأولى. العلبة الثانية ندير فيها اللوزة هكذا، العلبة الثالثة نحط فيها العدس هكذا، ونكون كملت البقول تاعي. بالنسبة للأدوات تاع المواد الخاصة بالحلوى نحطهم في هذا البلارة الكبيرة هكذا، نحط بهم السكر معاه هكذا. بالنسبة لخميرة الحلويات راح نحطهم هنايا، وعندي كذلك هنا علب تاع الفلون، راح نحي لهم كامل الامبالاج تاعهم ونديرهم في هذه العلبه. هنا كيما راكم تلاحظوا الخميره مع الفلون، وفي هذا اللي اسمه في هاد العلب تاع الفلون كل وحده كتبت لها اسم يعني الذوق تاعها باش ما يتلفوليش. هنا نجيب هاد سليله صغيره نحط فيها الخميره، يعني هذه نحتاجها يعني نخبيها لانه عندي في البلاره، كل ما تخلص لي وحده من بلاره راح نجبد منهم نحط معاهم هنايا لي كيسات هكذا. هنا في هاد السله حطيت البسكوي مع لا جولي والناباج والزبده، يعني انا لابال هذه اللي نحتاجها يعني نديرها الحلوه نخليها ديما على برا، لكن الزبده اللي تجي في البابيي كيما زبده التوريق مع زبده فلوريال راح نخبيهم في الثلاجه. نزيد هنا نحط عطر الفانيلا. هنا بالنسبه لورق الطبخ مع ورق الالومنيوم راح نحيه من الباكي ديالو، راح نحطه هنا في هذه العلبه بهذه الطريقه. كون هنا كملت، هنا عندي باكي كنت بديته من قبل، هذا باكي جديد مازال ما بديتوش. اذا هذه العلبه راح ندير فيها الكسكس، نفرغ لداخل الكسكس ونرجع فيما بعد. اذا كما راكم تلاحظوا هنا الكسكس تاعي فرغته كامل في هذه البلاره. اذا هنا انا راح نركب كامل، نحط البلارات ديالي مع العلب اللي كنت درتهم باش ننظم بهم المواد الغذائية. هنا راح نبدأ نحط بسم الله العجائن.
بديت بهاد السله، هنا راح نضيف السله الثانيه هكذا، يعني عمليه جد سهله ما تطلبش الكثير من الوقت. نزيد نحط هنا البقول، هنا ما كاش لسباس، ممكن يعني نحطهم الفوق. اذا هنا نحط البقول، انه هنايا جاتني يعني جاوني سوا سوا، شوفوا كيما نحط هاد السليلات، نشوفهم هنا في الطرف هكذا. هنا نلقى له مكان لعلبة الكسكس هكذا، نكون هكذا كملت المواد الأولى. راح كذلك راح نكمل الزيت. إذن هنا راح نحط ورق المطبخ هكذا، نزيد نحط الزيت. الزيت دائما نحطها مغلفة، ونعود نجبد يعني بالقرعة ونفرغ شوية. بالنسبة لهاد العلب كما راكو تشوفوا، علب كبار وهذه علبة صغيرة، يعني نقدروا نفرغوا فيها السميد ونفرغوا فيها الفرينة، لكن بما أنه أنا عندي يعني السميد مع الفرينة كنت شيتهم من قبل، يعني هنا راح نخبي الفرينة ديالي في الساشي تاعها. يعني كي نحس باللي أنه خلاصت لي، راح نجبد نعمر داخل العلب، يعني هنا باش نوصل لكم الفكرة فقط. إذا هذا الرف الأخير. هنا راني درت هذوك العلب اللي بالك نحتاجهم كي نحط السميد مع الفرينه، ونحط هنايا السميد تاعي نخبيه هنا كامل من تحت. اذا كيما راكو تلاحظوا هنا نكون كملت كامل الخزانه تاعي، ها ملك الرفوف تاعي كامل مرتبين. اذا نتمنى تكون عجبتكم التدبيره تاعي، وعجبتكم الطريقه تاعي في تنظيم خزانة المطبخ. رحنا نتلاقاو في تنظيمات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.